عليكم الاخ ديالنا. البارح كان عيد الام والام ديالي اللي عندي، والحمد لله كنبغيها بزاف، وبلا بها ما نقدرش نعيش. وتنار على الخدمه هذه اللي خدامين دابا في سباد الوالدين ديالنا، وان شاء الله نصيفطوها للعمره ومشى غدا ان شاء الله، ونتمنى تمشي وتجي بسلام وتحضر على ولادنا ولاد ولادنا ان شاء الله. واش لكم مبروكه. كنقدم تحيه للام ديالي من هذا المنبر هذايا ولجميع الامهات اللي كيضحيوا على اولاد. السلام عليكم اخوان. واحد الكلمة على عيد الأم. حنا بالنسبة لنا حنا دائما عند العيد الحمد لله، ودائما مرضيين، وكنخرجوا بالرضا ديالها وكندخلوا بالرضا ديالها، والحمد لله يا ربي هو اللي واقف معنا. ديك الرضا الوالدين هذاك هو اللي واقف معنا الحمد لله يا ربي الحبيب، وشكرا. وكنتمنى ما هذا المنبر هذا أي واحد يما هي الأولية بالنسبة لي أنا، الأم هي الأولية ودائما خصها تكون عند العيد، ماشي واحدنا، دائما العيد عيد الأم. والام هي كل شيء اخاي، وشحال الامهات بوبرين كيقاسيو وكيعانيو على ولادهم ماشي عايشهم لقمه الحاله، وغالب الله. شكرا لكم اعزائنا الكرام زوار جريده بريس تطوان على المتابعه، ولا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.